التقينا بالشيخ صالح اللي بسرعة نادى ابنه ليحل مكانه ويلبي طلب المراسلة اللي طلبت انها تتزوج توني خليفة من دون علمه. هي بدها الشيخ صالح. هو قال لي واحد. نحن الاثنين نحن اللي عم نشوفه. اللي بدك تحكيه هو حيحكيه وياني بس نحن عم نشوفه. تعرف على شاب مسيحي. ابوك انا رافض بكتب الكتاب، وين مش ابوك انا بكتب له هو الكتاب. هو انا اللي راح اكتبه، انا اللي راح اكتبه للكتاب. تمام. بيي حينقله القبول والايجاب بقى. انا هاي ورقه زواج انه انا هالزلمه مزوجته، بعد يومين اذا بدك برجع بجي بنعمل ورقه طلاق. عملك يا ورقه طلاق؟ انا اصلا ما معي اوراق للصبي، هي انا كانت غلطه بحياتي. بتعرف تمضي عنه؟ ايه بمضي عنه. تمضي عنه بس اوكي. انطوان روفايال، هيدا كل شيء هلا معي. هيدا انطوان روفايال. شوفي بس ال 100,000 هاي. هاي ال 100,000 اسم الكنية تاعيته. خليفة. بس ببين مين الشيخ اللي كاتبه، مش انه هيدا النص. هيدا النص لانه المحكمة الشيخ صالح عصر. ايه هي شيخ من دار الفتوى. نحن دارسين بالأرض شيخ يعني على الأصول. نحن مقدم والأخرى أو شيء قسم العمدية قرآن مقدم صفحة عن قرآن كريم مقدم. هيك نحن عنا عويدنا بالمحاكم الجعفرية ما بيقبلوا شيء قرآن. لا بتحط ليرة ذهب أو شيء مادي يكون 10 ليرات ذهب يعني شو ما كان حط بس ماشيني قدام أخر 5,000 5,000 حط 2,000 دولار بغير السيارة. وهون تقدر تمضي انت عنه. ايه بمضي عنه، ليش ما بدي امضي؟ طيب وانت امضي كمان. شاهد الاول شاهد الثاني هدول انا بمضي. انت بدك تمضي شهرين انا امضي عن حالي. عمي هلا خلص انت حاشت فاز لك خلص تفضحينا. هذا عقد خارجي بس تنزل على المحكمه يعني عقد شرعي. بس فيني وين سبته اذا بدي احكي مع اهلي بمحكمه بعض. اتصلنا بابن الشيخ وطلبنا ورقه زواج جديده بحجه انه الزواج الخارجي ما ناسبنا. انا بس بدي اعرف انا بقدر كون عم بعملها لهالورقه بشكل ارتب من اللي عطيتني اياها؟ فهمت شو قصدي؟ الله ان شاء الله. هاي شو؟ هيدي وكيل الزقفيفة غيرت كليا. ايه دخيلك. ايه وهيدي هيها بتاعت الطلاق. امضيها هلا؟ لا ما تمضيها هلا، انت بالشارع. بقدر اعطيك هلا 50؟ عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة. لأنه انا 100 اللي اعطيتني اياها والله دفعتها، ما دفعتها اول مرة 100 دولار. اول مرة 100 دولار انا اعطيتك اياها. ثاني مرة 100,000 وهلا 50,000 هون 200 دولار. ايه. وانا بدي ارجع اصدقها. ما اسمعني بدي ارجع اصدقها. والله العظيم ان شاء الله تكون هلا خذ هي 50,000. ما فيني والله. لا بدك تاخذ 50,000. ما معي غيرها هلا، خذ ال 50,000 وانا برجع بتصل فيك بوعدك. ليك انت شفتني في شي مرة ما صدقت معك؟ اعوذ بالله. انا بدي ارجع اصدقهم، ما انا بدي ضلني ماسكتك، ما انا عارف شو عم بعمل. خذ يلا خذ نعمة. كمان 25 صراحة عشان نكون هيك مرتاحين والله. اسمعني 50,000 وكثر خير الله الحمد لله حلوين. يعني انا لازم اكون في صورة عن هويتي لاقدر اثبت الزواج. هلا صورة عن هويتي برجع بصورها، ما تك الهم. في بعملي صورة عن هويتي وبعطيني اياها وبتطلع انا وياك. ايه فيني تبعات بجيبها من حدا مش هو بيعطيني اياها. حدا مريحين ورايحة راسي يلا بتطلع.